Ishi Erishi Papa Avata Vadros Nimdini Oten Ebeskobot Abba Yusuf Nimdini Oten Ebeskobot Abba Seraphim Epshoysa Eleison imas uthusu patiru pantukratur panagiat reski eleison imas rahamna Allah al-adab tal-kul ya sabus kudus rahamna ya rabbi al-alqat kun ma'ana laysa lana ma'in fuzidna uziqatna suwak waj'alna mustahiqina dhawqadin bil-shukr ya abana aladhi fi samawat qaddas ismaka yati malakutak takun mashiatak kama fi samaa kazalik al-ard khubzana ladzina ghad a'tina al-yawm kulana zunubana kama naghfir nahnu aydan muzdibina ilayna la tadkhilna fi tajriba lakin najina min ash-sharir bil-masih yasu rabbana لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين إن بخريستوس إيسوس بن شوي أختيتي يا بقى سامحوني أختيت حليم شليل إبي بروسف كيستوس إيتك إيريني باسي كتب نفماتي سو Marinch be mutot fem berefer bis na nefen net not für den pensois bin not für stir isos becheres so zavs kapazi nigon aber wo is ener und aber er und auf so tener auf auf das er und auf die toten am den shairi ta unu thai in sofun marin torfopos entevarehron Εν πάει θα φάει νημνουτήρων τέπεν ον χεν χερίν ινιβέν, εν γι πει παν το κρατόρ επσόης πεν νούτι. Ιωσήφ εξάστη. Κύριε Λέησον. Ευενή επσόης εφνούτι πει παν το κρατόρ, εφιώτεν πεν σόης πεν νούτ πεν στήρ Ιησούς, يا خريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة May the God be merciful and compassion on us Hear us, help us, and accept the supplications and prayers of His saints for that which is good on our behalf at all times, and to keep the life and standing of our honored Father and the Archpriest, Pope of Otonos II, and his partner in the liturgy, our Father, the Bishop of Yusuf, and his partner in the liturgy, our Father, the Bishop of Seraphim, and for you, our sins. Lord, have mercy. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيم الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان
أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العاد ولا تدخل التجربة. يا ليسون تنعش تم بيوت نم بشي إيرين نم بيبنى إغمة واب تترياس تواب الأموسيوس شارتي ككليسة أيامي أنتني أنجر شرتي بارتن وستاس مزبن سوتير شرني مريتي اتشرم بيه اس نسسيت اسمي سيناني مبنوتي بلوغ شرني مريتي خير وشرف شرني مريت ما بن بيه شيري مي خيي البنشتن عرشي انجلوس شيري غبريل بصوت من بفايش النوبي شيرني شيروبين شيرني سيرابيم شيرني طغماتيرون لبورانيون شيرنا شوي سنيوتي O stolos sherin masiti sente ben chois Isus be Christos sherin akomi martiros sherevi evange elesti sherevi apostolos ava Markos piteoremos sherebeniot ava Antonios bichef senteti metmo O nachos sherebeniot ava Bavli bimin rit ente be Christos itene prezveyante titheotokos thoa Amare ab shoy sariem tanem biko evolenten noi eterno tirot nem bekioten a agasos nem bebne mai toe je aki eksotem monainon shir بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وصلاحك ومحب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك أبين أخوتنا الذين راقدوا أطلبوا أنا بين أخوتنا الذين راقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد أبان القديسين رؤساء الأساقفة أبان الأساقفة أبان القمامسة وأبان القصوص وأخوتنا الشمامسة وأبائنا الروبان وأبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلى أنين يحنفوس ومجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أعلم في موضع خضر على مرا في فردوس النعيم الموضع الذي أرى من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقمك سيدهما في اليوم الذي رسمته كما عيدك الحقيقية غير الكاذبة ابلهم خيرات ما عيدك ما لم تر عين ولم تسمع به إذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون لعبيدك موت ولا انتقال وإن كان لحقام توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم أنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمي وكل واحدة باسمي يا رب نيحهم وافر لهم إنه ليس أحد طائر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم الذين يا رب أخذت نفوسهم فنيحهم ولا استحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا
فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك وأمامك، وعطم ويانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسي. يا رب رحم. Graciously accord, O Lord, to keep us this night of blessing. Blessed are you, O Lord, God our Father, an exceeding blessing. Glorified be your name forever. Amen. Let your mercy, O Lord, be upon us according to our hope in you. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Hear us, O God, our Savior, the hope of all the regions of the earth. And you, O Lord, keep us safe from this generation and forever. Amen. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Blessed are you, O Lord, make me understand your commandments. Blessed are you, O Lord, enlighten me with your righteousness. Your mercy, O Lord, endures forever. Despise not, O Lord, the works of your hand. From generation to generation, I asked the Lord and said, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Lord, I have fled unto you. Save me and teach me to do your will. For you are my God, and with you is the fountain of life, and in your light shall we see light. Let your mercy come unto those who know your righteousness and your pure heart. To you belongs blessings, to you belongs praise, to you belongs glory. The Father, Son, and the Holy Spirit, existing from the beginning, now, forever, and ever. Amen. It is good to give thanks to the Lord and sing praise unto your name, Most High, to show forth your mercy and mercy every night. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is crucified for us, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who rose from the dead and to the heavens, have mercy upon us. Glory be to the Father, and the Son, the Holy Spirit, now and forever, in the age of all ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. Holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive us our sins. Lord, forgive us our iniquities. Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit sick your people. Heal them for the sake of your holy name. Our fathers and brethren have fallen asleep. O Lord, repose their souls. You without sin, Lord, have mercy on us. You without sin, Lord, help us and receive our supplications. Yours is the glory, dominion, and triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, from then in the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Come be Christos, Jesus. Amen. Lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Ask the Lord on our behalf, that he may have mercy on our souls and forgive us our sins. Τι παρθένος Μαριέμ, τι θεοτοκόθω απ' τη προστάτηση την ότο πγένεσον τη μετρούμη. Intercede on our behalf before Christ whom you bore, that he may forgive us our sins. Σερένε, ότι παρθένος τι ώρα εμμή εν ελίσενε σερεύσω σω εν τε Pengelos arego bonanime, and O Lord, we ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sin. Repsol selim Mariam, chenevi oet saib, shoy sawi namim besmenerit, Estovem moveri egon. As David had said in the book of Psalms, the queen stood at your right hand, O King. Solomon moti eros, chen bigo enteni go, jetasoni awota ishvi. For he has given a symbol of her in many high names, saying, come out of your garden, O choicest aroma. Shereni oti parthen storo imi in alisini sherep shoshante pengerasari egvono emeno il. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus, that he may forgive us our sins. Shashven arshi angelos eo eratu everem nos empeem son pipanto kratu
Shem is the unity. Michael is the first, Gabriel is the second, Raphael is the symbol of the Trinity. Suriel Sadakiel Sarasin Limarani El Nainish Den Referoin Yethwabni Tovim Mover Jembison. The Cherubim and the Seraphim, the thrones, the dominions and powers, and the four incorporeal creatures carrying the throne of God. Bugodifto emebris vite roschen teke klesente ne shorbim misif hose rofchen ometat monk oshe volev goem mos. Holy God, heal the sick. Holy mighty, O Lord, repose us who are asleep. Agios asanatos es moete keklere no meyamare beknain intekeri. Oy en softem beklaos. Holy, 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 O Lord of hosts, heaven and earth are of your glory and honor. Avshen gosem be'alleluya, sharina nifeo wa'emmo oji agi yosamin alleluya, bi'o'ofa ben'noti be. Intercede on our behalf, O angelic armies and heavenly orders, that he may forgive us our sins. Marcos be apostolos, O be evangelistis, be mitrechanim kavim ke bimonagenis ennoti. You have come and enlightened us through your gospel and taught us the Father and the Son and the Holy Spirit. Akenten volchen ebkaki echone bi o oinim mi aktmoni bo oikente on chetave paset evolchen edve. All the tribes of the earth were blessed through you, and your words have reached the ends of the world. Shere nakabe martiros, shere be evangelistis, shere be apostolos, ava marcos be theorimos. Pray to the Lord on our behalf, O beholder of God the evangelist, mark the apostle, that he may forgive us our sins. Enza'u min kolokom afkar ishar, wazzinun ilkhadda, alati tozlim ilak. Contemplate with understanding the great purification of our blessed Father, my Lord, the great of Antony. هذا الذي صار لنا منشدا ومن خلاص ودعانا بفرح إلى الحياة الأبدية. The incense of his virtues delights our souls as fragrant aroma through a paradise prevents. فلنزبوت في الإيمان المستقيم بالحقيقة الذي العظيم أنبا أنطونيوس صارخين. I sought and I found, I asked and I was given, I knocked and I believed that it will be open to me. Salam l'abina b'Antonios, mizbah al-Rabbana, salam l'abina b'Abula, Habib al-Masih. Pray to the Lord on our behalf, my lords and fathers who love their children, of Antony and of Paul, that he may forgive us our sins. Shovi en so arasom sigun chenimachosi tarakin chito chesaneptarin titeotokos tayim parsinus en seyunivin. Ask of him whom you have borne, our good Savior, to take away our troubles and grant us his peace. Shereni oti parthen so Sorum min alisini sherib shoshante pangenosar egbonon menoil. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. We exalt you, the Mother of the Lord, and we glorify you, the Saint of the Holy World. He came and saved all souls. Glory to our Master, our King, Christ, the Father, the Apostle, and power of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of the church, forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity of one God, and we worship him, we glorify him. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, bless us, amen. We believe in one God, God the Father, God the Creator, Creator of heaven and earth, and all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God. God not created, the oneness of the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, he was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, according to the Scriptures, ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father, and is coming again in his glory to judge the living and the dead.
his kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, of the Father, the Son, is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic Apostolic Church. We confess one baptism for the remission of sins. Anastasis Ot nemion chen tebi eones neyo amin. Efnuti naina خلاصك واغفر لنا خطايانا Oh, well.
Soti. Metaso agios yesti o better Tire e voi sin te ben te e vioso in e porane non ne mato io Ion tom nevmato agio timios estin obetir imuni vince e bense e vio vostire e poranio tom nevmato Agio Shereftin Obetir Salesin Seben Se Evion Chosin Eforanion Tom Nevmato Agio Seven times every day I will praise your name with all my heart, O God of everyone. Zakar to Ismek, Fete Azaitu, Ye Melik Ad-Dor, Weilei Eliyah. Jesus Christ, our true God, who has come for our salvation was incarnate. وتجسده من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة. And changed our sorrow and all troubles to joy for our hearts and glory rejoicing. وقل نزنه ونمجد لأمي مريم
الحمام الحسنة of joy, say, how to you, Mary, the mother of Emmanuel. As-salamu lak, ya Maryam, khalas abina Adam. As-salamu lak, ya Maryam, umm al-malga. As-salamu lak, ya Maryam, tahli al-hawa. As-salamu lak, ya Maryam, راحل أجيال. Hail to you, Mary, the joy of Abel, the just. Hail to you, Mary, the true virgin. Hail to you, Mary, the salvation of Noah. Hail to you, Mary, the chaste and undefiled. As-salamu lak, ya Maryam, ni'mat Ibrahim. As-salamu lak, ya Maryam, al-iklil ghair al-mutmahil. As-salamu lak, ya Maryam, khalas Ishail qiddis. As-salamu lak, ya Maryam, umm al-Qudus. Hail to you, Mary, the rejoicing of Jacob. Hail to you, Mary, myriads of myriads. Hail to you, Mary, the mother of Judah. Hail to you, Mary, the mother of the Master. As-salamu lak, ya Maryam, kirazat Musa. As-salamu lak, ya Maryam, walidat al-Sayyid. As-salamu lak, ya Maryam, karamat Samui. As-salamu lak, ya Maryam, فخر إسرائيل. Hail to you, Mary, the steadfastness of Job the just. Hail to you, Mary, the precious stone. Hail to you, Mary, the mother of the beloved. Hail to you, Mary, the daughter of King David. السلام لك يا مريم صديقة سليمان. سلام لك يا مريم رفعة الصديقين. سلام لك يا مريم خالص أشعية. سلام لك يا مريم شفاء مياه. Hail to you, Mary, the knowledge of Ezekiel. Hail to you, Mary, the grace of Daniel. Hail to you, Mary, the power of Elijah. Hail to you, Mary, the grace of Elisha. As-salamu lak, ya Maryam, walidat al-ilah. As-salamu lak, ya Maryam, umm Yesu al-Masih. As-salamu lak, ya Maryam, al-hamam al-hasana. السلام لك يا مريم أم ابن الله. Hail to you, Mary, who was witnessed by all the prophets, and they said, behold, God the Word was incarnate of you in an indescribable you. مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصار يا ممتلئ نعمة. ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال. Yeah, she conceived and gave birth without a man to the Son of the Highest. The Word Himself through her prayers and intercession.
intercessions, O Lord, open unto us the gates of the church. أسألك يا والدة الإله اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. You are called the Virgin Mary, the holy flower of incense. التي طلعت وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء. Like the rod of Aaron the priest, which blossomed and brought forth fruit. لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبتوليتك بغير فساد. Wherefore we glorify you as the mother of God. Ask your son to forgive us. O Viet, O Web of Antonios, Nima Babli, Rashino, O Teoshiri, En Seyor, Selil, Mavis, Mavis, Meboro. ابتهجوا بإله معيننا. هللوا لإله يعقوب. الفرح لك يا والدة إله مريم أم يسوع المسيح. الفرح لكما أيها القديسين أنبا أنطونيوس وأنبا بولام. Jacob will be glad, Israel will rejoice, rejoice, O Theotokos, Mary, the Mother of Jesus Christ. Rejoice, O you saints of Antonios and of Pavli. Jacob rejoice, and also let Israel rejoice. Rejoice, O Theotokos, Mary, the mother of Jesus Christ. Rejoice, O you saints of Antonim and of Babli. Fatelin, Soten, Elol, Hiten, Noten, Ember, Koten, Kalbi, يفرحوا من أجل لساني بتهليل. الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع
المسيح الفرح لكما أيها القديسين أنبا أنطونيوس وأنبا فلان ما Lord has rejoiced for this my time. I'm glad. Rejoice, O Theotokos, Mary, the Mother of Jesus Christ. Rejoice, for you sing of Antonios and of Pavli. Evoron tetirini moinanin, tekirini seminanin, tekirini kaninubi, nanibu. Verse heaven negazi, teki keklesia, arifokterus. Tinsa ini Emmanuel pinnut, Tempel miti kinuknut uo ente bebiyo. Ente fesmu eron tirin tuktub, Ene hi tinsa kaito nito, لا لا ممكن نقولها باللحن الثاني في كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار قائم بكل وقار قائم بمجد عظيم مع لباس في طقس السرافين بنيوت أبانتونيوس with spiritual prayers living a godly life you consecrated the desert Beniot Abantonios with struggles in prayers for many decades and tears in the Metanias Beniot Abantonios بنسكن في الأصوات على مدى الأيام بنفس لا تنام بنيوت أغان بزهد في اللذات بهزيز في الإلهيات وتأمل في الروحيات بنيوت أبانتونيوس You were given the spirit of Elijah and Hannah the prophetess and John the son of Zacharias ben Yot of Antonios the devil's feared you Because of your upright heart and your constant prayer.
أغانثونيوس حاربوك مدة طويلة بذلوا كل وسيلة بكم حيلة وحيلة بنيوت أغانثونيوس بأختك ذكروا لكي ما يقلقوك بهذا ويرجعوك بنيوت أظنطونيوس They scatter gold and silver before you on the mountains glittering in the midst of the sand Benioth of Antonios They came with chants and songs and images of women to make you fall into temptations Benioth of Antonios وأتوك بشكل أسود ونمور ونود بصياح كالرعود بنيوت جاءوك بأذاهم لتخاف من رؤياهم تواضع أخزاهم بنيوت أظنطونيوس You proclaim and said to them Oh, you shall want I am but dust and sand Benioth of Antonio I am surprised at your gathering and swarming on my weakness I am weaker than your weakest Benioth of Antonio يا برج عالي وحصين يا مثال للمنصحقين تتواضع للشياطين بنيوت أظن أنطونيوس يا قدوة ومثال على مدى الأجيال يا ساكن الجبال بنيوت أظن أنطونيوس You are great in struggles, O the wisest counsel. Pray on behalf of your children, Benioth of Antonios. We have not practiced your life, acquired your likeness. Remember us in your prayers, Benioth of Antonios. اشفع في مذلتنا وضع في طبيعتنا في مدة غربتنا بنيوت أظنطونيوس
Antonios. التسبيحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا مرضى اشفي الذين ربنا يحم واخواتنا الذين في كل شدة يا رب أعنا وإياهم. May God bless us and let us bless His holy name. And may His praise be always on our lips. Jeff is Marot in Jeviot Nim, if she read him, Bib Nimma, it all wept it is a Jacob, ten Ostemus, ten Tiones, Yarab was Mana, Yarab Borahamna, Yarab Obed. بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. Master Lord Jesus Christ, our God, who sent to His saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and act according to your holy gospels.
through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord, have mercy. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين رقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا هللويا مورو اتشاس فخنت ايجا كليسيا انت بفلا اوز او مورو از مويدت كاتترا انتيني برزفيتي ايروز جرافكو ان اوميتيوت ام بريتن هانيس او اف اي نوفين جينيات سوتون او اف اي او O no, a forking jib choice of war in if o om in a sieve. J and sock me o whip shaw in a kata it taxis and mel she sadic. Choice of win om and mock pin yotith a wabin butrier she's papa avata wadros be mahe snuff. Nem bin yotin ebesko was avayo. O sef nem bin yotin ebesko was avasera. Afim shaysef era retek mit on. Stand up with the fear of God. Let us listen to the Holy Gospel according to St. Matthew. May his blessing be with us. Amen. Shoy, so penot you pen sotir penoriterin. Jesus be Christos, epsirim fnot yet omchbion of shaene. Be offa penuti peshain and teneniti ru amin. Sasi kere ye. From the Psalms of David, the prophet and king, his blessing with us all, amen. Be glad in the Lord and exult, O you righteous, and glory. Praise becomes the upright. Therefore shall every holy one pray to you in fitah. Alleluia. Falyarfa'u fi kenisati sha'bihi walyubarikuhu ala manabir ash-shuyukh لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صدق
الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني وأبينا الأسقف المكرم الأنبا يوسف وأبينا الأسقف المكرم الأنبا سيرافيم الرب يحفظ حياتك أمين comes in the name of the Lord, our Lord God, saving King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is glory now and forever. Amen. A holy reading from St. Matthew means blessing with us all. Amen. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to other 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Glory be to God forever. More in which them ben so tear be my room in Avasos, and so have shenit caro. Our Father who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done, earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Christ Jesus, our Lord, for then the kingdom, the power, and glory, forever and ever. Amen. Come be Christos, Jesus, ben choice. So skip for us, you want to carry a granate. And up you and so carry O Master Lord Jesus Christ, the only begotten Son and Logos of God the Father, who has broken every one of our sins with saving life-giving sufferings, who pressed into the face of his saintly disciples and holy apostles and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Now also, our Master, you have given grace through holy apostles
to those who for a time labored in the priesthood in your holy church, to forgive sin upon the earth and to bind and loose every bond of iniquity. Now also I ask and entreat your goodness and love of mankind, for all your servants, my fathers, all my brethren, all the deacons, all the congregation and my weakness. Those who bow down our heads before holy glory, dispense to us your mercy, and loose every bond of our sins, if we have committed any sin against you, knowingly or unknowingly, or through anger of heart, whether in deed or word or from faint-heartedness. O Master, who knows the weakness of men, as the good one loves mankind, O God, grant us the forgiveness of our sins. Bless us, purify us, absolve us and all your people. Fill us with your fear, strengthen us and to your goodwill. For you are our God, and the glory, the honor, the dominion, and the worship are due unto you, with your good Father and Holy Spirit, the giver of life, who is of an essence with now at all times unto the age of all ages. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. النهاردة فرحتنا كبيرة، مش بس لأن أول مرة بنصلي في الكنيسة جديدة، لكن لوجود نيافة الأنبا سرافيم في وسطينا بركة كبيرة. سيدنا محب جدا للأنبا أنطونيوس، ومحب للكنيسة، ومحب لشعب أورلاندو كله. ولما عرف أن في تدشين للكنيسة أراد بمحبته أن يكون في وسطينا النهاردة. احنا فرحانين بيك يا سيدنا، ربنا يديك الصحة والبركة وتباركنا تاني وعلى طول يا سيدنا، ربنا يديك الصحة. سيدنا هو أسقف أو راعي كنائس أوهايو وميتشيغان وإنديانا، ربنا يديله الصحة. خدمة كبيرة، بيلف في وسط مجموعة كنائس كتيرة في جو برضو صعب مش سهل، ربنا يديله النعمة ويديله الصحة ويديله البركة، ويكون دايما خادم امين لشعبه ولكنيسته. احنا فرحانين ان هو هيدينا الكلمه النهارده ويباركنا، وان شاء الله بنعمه المسيح بكره نبتدي احتفالات التدشين والصلوات، عيد الانبا أنطونيوس بكره القداس، نبتدي باكر الساعه 7 الصبح. بعد كده هيبقى فيه فاصل حوالي لمده ساعه بندشن فيه المعموديه بصلوات المعمودية، بعد تدشين المعمودية نكمل القداس لغاية الساعة 11 أو 11 ونص، لأن هيتخللها كل الرسامات بتاعة الشمامسة. هيباركنا أباء كتيرة بكرة، نيافة الأنبا سرافيم طبعا بوجود الأنبا يوسف، أنبا بيزل، أنبا جريجوري، أنبا سرافيم وأنبا بيتر، هيفرحونا بكرة بنعمة المسيح في القداس. بعد كده بنرجع للعشية بالليل، تبتدي الساعة 6:30. احنا هنفتح البيبان من 6:30 لغاية 7:15، الأباء الأسقفة هيجوا هنقفل البيبان وهنعمل افتتاح للكنيسة من بره، البلاك اللي كاتبين فيه ان في هذا اليوم تم تدشين، في هذه الليلة تم تدشين الكنيسة. وبعد كده هيخش نيافة الأنبا يوسف مع الأباء الأسقفة ويباركونا في العشية. في وسط العشية هيبقى في مقدمة كده بسيطة عن الكنيسة وقصة بناها، وبعد كده هيبقى في فيديو يمكن حوالي 10 دقايق يوريكوا الكنيسة من أول ما ابتدت لغاية لما وصلنا للصورة اللي احنا فيها دلوقتي. وبعد العشية ما تخلص الساعة 9 كله يبتدي يخرج، ونرجع تاني الساعة 10 للتسبحة وصلوات التدشين اللي بتاخد طول الليل من 10 بالليل لغاية 6 صباحا، بيبقى صلوات التسبحة بتاعت نص الليل، ويتخللها قراءات ويتخللها أناجيل وتسبيح وألحان لتدشين الكنيسة. وفي نهاية الساعة 6 الصبح نبتدي ندشن المذابح بالميرون، نيافة الأنبا يوسف مع الأباء الأسقفة. هندشن الكنيسة هنا على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، وبعد كده هندشن المذبح في الكنيسة الصغيرة على اسم القديس الأنبا بولا أول السواح والبابا كيرلس السادس.
بعد ما بنخلص تدشين المذابح ويمكن في وسطها بندشن الكنيسة نفسها الحيطان بتترش بالمية اللي صلينا عليها طول الليل وبعد ما نخلص التدشين هنكمل القداس من 7 لغاية حوالي الساعة 10 أو 10:30 بالكتير أتمنى أن كل الناس اللي سجلت وجالها confirmation emails هي اللي تيجي لأن الأعداد عندنا كبيرة والمساحات عندنا قليلة فإحنا هنسمح للعدد اللي سجل العدد مش قليل على فكرة ما بين المكان هنا وما بين الكنيسة الصغيرة وما بين الجيم يعني أرجو أن احنا ما نحطش نفسنا في مواجهة مع الخدام لأن الخدام عندهم يعني instructions كده أن أي حد مش مسجل ومش موجود اسمه ما يكونش موجود مش عشان حاجة احنا نحب كنت أتمنى أن الكنيسة دي تبقى مليانة من أولها لأخرها لو ما كانش فيه المشكلة بتاعت كوفيد لكن ربنا يرفع عننا التعب ده ويكمل لنا الكنيسة في خلال السنة دي بالأيقونات وبكل الحاجات اللي ناقصة فيها نكملها بنعمة المسيح ويمكن في عيد الأنبا أنطونيوس اللي جاي ندشن الأيقونات ونفرح بكل حاجة فيها وتبقى الكورونا اترفعت والكنيسة دي تبقى مليانة من أولها لأخرها ربنا يفرحكم ويفرحكم بالكنيسة وبالخدمة وزي ما قلت لكم قبل كده الكنيسة دي لأولادكم والأولاد أولادكم ربنا يدي نعمة ويفرح هذا الجيل والأجيال اللي جاية بالخدمة ويبارك في عمله ويفرحنا بكلمة نيافة الأنبا سيرافيم ويدينا كده أذان مفتوحة وقلوب مفتوحة لنسمع كلمات الروح القدس على فمه المبارك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين بسم الآب والابن روح قدس للواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين مش عارف أشكر سيدنا نيافة الأنبا يوسف والأنبا بيزل والأنبا جريجوري وأبونا داود على محبتهم الكبيرة إن أكون في وسطهم في تدشين الكنيسة والبعض منكم يتذكر إن ربنا سمح إن حضرت وضع حجر الأساس في الكنيسة من كام سنة اسم الأنبا أنطونيوس القديس العظيم بنشتي أبا أنطوني اسم كبير من وأنا ببدأ أوعى على الدنيا لأن أنا تربيت في كنيسة الأنبا أنطونيوس فأنا واقف بهيبة كبيرة دلوقتي لهذا العمل العظيم لمجد اسم ربنا إن قال الله ليكن نور فكان نور إن حضرنا وكانت لسه تراب وأرض وبعدين دلوقتي نيجي نقف في كنيسة ربنا يسمح زي ما ابونا قال للأجيال ربنا يبارككم وتكون فعلا منارة للمنطقة ومش لولادنا وولاد ولادنا بس تبقى كرازة لكل اللي حواليكم زي ما الأباء القديسين ما كانوش بيحسبوا هيكرزوا ازاي ولا لمين لكن حياتهم تحولت إلى نور حياة القديسين تحولت إلى نور يضيء لكل من يعرف سيرتهم وما كانوش بيفكروا أصل أنا ناوي أكرز وناوي أنور وناوي أعمل أبدا هم عاشوا مركزين على ربنا وزي ما بتشوفوا الفول مون القمر المتكامل تركيزه ناحية زاوية معينة مع الشمس ينور كله لكن هو حجر معتم لوحده لا يضيء القديسين لقبوا قديسين لتركيزهم على القدوس لقبوا نور للعالم لأنهم ركزوا على النور الحقيقي الآتي إلى العالم إزاي إحنا بقى نعيش الحياة اللي مش مجرد نعمل نهضة ونسمي أسامي الكنائس ونفرح ليهم ونقول شفاعتكم معانا وبس إزاي نقتاد ننظر إلى نهاية سيرتهم وإيه ونتمثل بإيمانهم ونتمثل بمحبتهم القديس أنبا أنطونيوس كان قاعد زيكم كده في كنيسة وبعدين سمع إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعط الفقراء وإيه واتبعني حاملا الصليب قال الرسالة دي ليك يا أنطونيوس وتحول إلى إن القيمة قدام عينه
مع انه كان يملك 300 فدان من اجود الاراضي، كلكم عارفين سيرته وحافظينها، وكان بيزنس مان كبير في وقته ورجل يعني من المقتدرين ويقدر يعيش حياة سهلة. لكن هو وأخته كانوا متربيين في بيت مسيحي كويس، يعرف المسيحية الحقيقية، فابتدى يسعى ناحية الكمال. إن أردت أن تكون كاملا، أنا ممكن أسألك، إن أردت أن تكون مسيحيا فاعمل ذلك، اعمل كده وكده وكده. If you want to be a Christian person, you have to act as a Christian person. لازم تبان ان انت انسان مسيحي. طب لو قلت لي انا واخد بالي، لكن لو قلت لك ان اردت ان تكون كاملا، If you want to be perfect، دي هتتم ازاي؟ يعني الانسان ممكن يدخل في روتين سهل او يدخل في سكة الكمال. الروتين السهل يقول لك، اقول له ازيك يا فلان عامل ايه، انا كويس عادي يعني، بروح الكنيسه، لما بلاقي وقت بقرا الانجيل، بصلي طبعا، ولينا غير ربنا، في نهضه بحضر لو في فرصه، لو 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 كلها اندر كونديشن، لو عندي وقت. يبقى تعرف على طول ان الاولويات مش واضحه. لكن اللي يقول لك يا رب الحق في حياتي القصيره على الارض اسعى ناحيه الكمال، يا كمال، perfection. وفي شخصيات في السايكولوجي معروفة اسمها في التصنيف الشخصيات seeking perfection، بس مش عايزين انها seeking perfection في امور العالم. الباحث عن الكمال يقول لك ده مدقق جدا وممكن تصل بيه الى الوسوسة، وانه يعني لو شاف حاجة طرف سجادة مش معدول يجري يقدله، لو مش عارف عمل ايه يعمل ايه، ما هي فاين لاين كده بين انه دماغه مش مريحاه الا ان يلاقي كل حاجه في الخط المستقيم ومظبوطه. ويبتدي العلامه انها مش روحيه ان لو لقى نفسه بينتقد كتير وتعبان كتير، وما فيش حد بيعمل حاجه عدله، ما فيش حد دغري، ما فيش حد يعمل حاجه منظمه، هو لازم اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده، انت انفعلت علينا وانت بتسعى ناحيه الكمال. لكن لو عينوا على الكامل وحده، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، تلاقي ردود فعله مختلفة. ليه؟ لأنه باصص لنقاء وقداسة المسيح اللي توصل للكمال. أنتوا كل يوم بتقولوا أبانا الذي في السماوات، حد مش حافظ أبانا الذي في السماوات؟ تبقى كارثة على فكرة. حافظين أبانا الذي في السماوات، you know our father who art in heaven، مش كده؟ طيب مرة مسكت شوية شباب ثانوي في مؤتمر كان فيه 300 ولد وبنت، وسألتهم السؤال الساذج ده، بقول لهم حافظين أبانا الذي في السماوات؟ ضحكوا، قلت لهم بتكلم جد حافظينها؟ قالوا آه. قلت لهم طب تعرفوا تقولوها ولما وقفكوا تقفوا؟ قالوا حاضر. فطبعا بيتريقوا عليا، بيقولوها لي بطريقه الاطفال بقى، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك. قلت لهم بس، فضحكوا. وقفوا عند فين؟ قلت لهم انتوا عارفين ان انا رجل الله وربنا كشف لي ان في ملاك في القاعه، وربنا قال له روح يا ملاك، الناس دي مستعده بتقول يا ريت يا رب ياتي ملكوتك، فهات لي ارواح الناس دي. راح ولد رفع، ار يو سيريس؟ واحده تاني راحت معيطه، انت بتتكلم جد؟ ايه اللي هات لي الارواح؟ انا اتخطف كده مره واحده واحنا لسه تين ايج؟ قلت لهم الله، مش انتوا بتقولوا حافظينها؟ قالوا لي اه حافظينها، بس واحد قال لي اي نيفر ثوت اتس ذات سيريس. قلت له لا اتس سيريس، ليأتي من فضلك يا رب، ليأتي ملكوتك بقى، نفسي ما يعديش رحلتي على الأرض إلا لما لقي نفسك بتقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. مش لسه سمعين إنجيل معلمنا متى البشير في الوزنات؟ أنا نفسي يا رب، وأنا كل يوم بقول ليأتي ملكوتك، شوقي يزيد ناحية الأبدية.
كل ما اسمع سيرة قديس واروح اعمل تمجيد في كنيسة الابكار والام النور وللملائكة والقديسين اقول هبقى معاكو امتى، هنضم للمجموعة دي امتى، هنعيش نمجد ربنا امتى. النقطة التانية في حياة القديسين الاستمرارية. انا عايز هاخد معاكو حاجتين وانا اختم، يعني انتم مش قاعدين بكرة، احنا عندنا من الساعة 7 الصبح فيمكن اسيبكوا 6 الصبح. عايز اشوف معاكو تحليل من التحاليل اللي بتقولها الكنيسة، في تحليل في عشية وباكر وفي تحليل بيتقال في القداس. واحد اسمه خضوع للابن، بس انت عشان مكتوب عليها يقول الكاهن سرا اغلب الناس ما بتقراهاش. ساعة ما بنقول أبانا الذي في السماوات وبنختم طبعا آخر حتى بالمسيح يسوع ربنا، مش كده؟ فبيقولوا خمب خريستوس إيسوس بنشويس تسكيفل، احنا رؤوسكم أمام الرب، أمامك يا رب خاضعين وساجدين، مش المردات. وبيطولوا سنة ليه؟ في تحليل خضوع للابن قطعتين وفي التانية اللي في القداس ثلاثة، ودول أقصر من الثلاثة التانيين، فتلاقي دي أنشط، لكن في القداس بقى تلاقيه خمب خريستوس إيسوس بنشويس، مش كده؟ هو مال الشماس كان بيقولها في باكر جاري، واحد يقول له عشان بنخلص باكر بسرعة ونخش على، لا هي عشان هنا أبونا راكع بيقول صلوات أقصر من صلوات. وبعدين تلاقي ياريت مكتوب على فيها من حقكم تقروها، اوعى تفتكروا ان مكتوب ثم يقول الكاهن سرا خطية عليك انك تصليها، لا لو سمحت الكاهن وشعبه لانه هو الشفيع بتاعكم. تيجي تلاقي يقول الشعب تسكيف لاسي مونتو كريك لناتي، احنا رؤوسكم للرب، وتروح صرخ الشماس قصدي بيقول كده، وبعدين تروح تقول امامك يا رب خاضعين وساجدين، بتقولوها لحن ولا بتقولوا نفسي يا رب عقلي وقلبي وكياني وقلبي يبقى امامك بصدق خاضع وساجد، عامل مطانية قدام ربنا تقول له دماغي تعبتني وانا بعمل مطانية بحطها في الارض، ارجوك يا رب ينبغي انك انت تزيد وان دماغي دي تنقص، يا ريت يا رب انت تخدع دماغي ليك، دي صلاة خضوع للاب. طيب ايه اللي بيتقال في صلاة الخضوع؟ هقولها لكم بسرعة. بعد الاسم بنقول ابانا الذي، وبعدين تلاقي مكتوب كده صلاة خضوع للآب. وكل القديسين من أول أمنا العذراء مريم لكل الملائكة والقديسين سر نجاحهم هو الخضوع لربنا. لما العذراء مريم ما فهمتش يعني إيه أنك ستحبلين وتردين لأن أنا عذراء، وقالت له كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلاً، راح جايب لها ريفرنس اليصابات، اقول لك عارفه اليصابات نسيبتك مش كانت عاقر، تقول له انا بقول لك انا ما اتجوزتش، يعني الريفرنس اللي انت جايبه لي ربنا فتح بطون عواقر كثيرات في العهد القديم، عندنا قصص بكده، لكن انا لست اعرف رجلا، ما حصلش ان 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 ممكن يتكون جنين، مش مسألة عاقر وفتح بطنها طلع لربنا ويقول له اعمل فيها ايه، انا مرسل، انت قلت لي روح قول لها وهي عملت تتكلم معايا، قول لها يا مريم ليس شيء غير مستطاع لدى الله، nothing impossible in God's hands. اول ما سمعت كده خضعت مخها، خضع لان ربنا بيقول لها طب انت ما تقدريش تفهميها، انا ما اقدرش اعملها، لو أنا قلت طب أنا بكذب حاشا يا رب، ليكن كل إنسان كاذب لكن أنت صادق، أنت قلت على نفسك أنا الطريق والإيه والحق
I am the truth. يبقى لو بعت مسنجر من عندك يبلغنا حاجة بيبلغنا حاجة حق. كون إن عقلي مش قادر يستوعبها أو يفهمها لست تفهم الآن لكنك ستعرف فيما بعد. يمكن بعد رحلة الأرض لما كنا نراه في مرآة لكن في لغز لكن الآن وجها لوجه. حاجة ممكن تقول معقول أنا كنت بعافر في الحاجات الإيمانية والعقيدية والمش عارف إيه ولقى إنها أبسط بكتير ومستنيرة وواضحة ومفرحة والقداسة باينة وما فيش صراع معاها. ده الصراع ده الريزيستينج باور بتاعة العالم. لكن هي أتاريها إنما فيها الصراع ما فيش إلا حاجة واحدة ده بس في واحد بيغلوش علي رئيس هذا العالم بيحاول يضايقنا ويضيع لنا فرصتنا ويضيع التستينج بيريود تعدي من غير ما ننجح يعني. طيب راحت قالت له هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. طب كم مرة ودي هبأختم بيها بعد ما أقول لكم صلاة خضوع للآب كم مرة سمعنا اللي سمعوا الأنبا أنطونيوس وقلنا ليكن لي كقولك. إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. هي طبعا مش لترال وهي طبعا الواحد بس يبقى ما يمسكش في العالم وفي حاجة العالم وإيه وبيقولها هو ماسك خايف يسيبها لحسن تروح منه. طبعا مش دي مش لكل أحد طبعا ودي للرهبان بس. طب ما تخليك راهب معانا إيه رأيك؟ لا 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 أنا غلبان أنا ماسك في العالم. هي مش مسألة أنا غلبان هو لسه مش قادر يتخيل. الرهبانة دي دعوة تانية خالص. دي موضوع مش مسألة إن دي للرهبان. لا الكل مدعو للكمال الكل مدعو للقداسة الكل مدعو أن ادخل إلى فرح سيدك. دي مش لفئة معينة لكن اللايف ستايل بقى والنماذج اللي هتحصل في العالم استثناء منها اسمه الرهبان. لأن من البدء قال لهم أثمروا أكسروا واملأوا الأرض وراح بقت انك تعمل عيلة وتعيش. لكن عيلة أنبا أنطونيوس بقت كبيرة قوي وفي كل جيل أعداد قليلة نسبيا. يعني أنا عدت مرة أحسب مثلا في كم راهب وراهبة في مصر وفي كم شاب وشاب مسيحي شاب وشابة في مصر لقيت ان هي نسبة 1 لـ3000 مثلا وممكن تبقى أكتر. نسبة مش كبيرة نسبيا يعني لو تعد في كم راهب وراهبة في الأديرة. هل كنا نقول بس يا ريت كلنا نبقى رهبان؟ لا مش هتعمر الأرض مش خطة ربنا. لكن النموذج ده يكون موجود يوحنا المعمداني يكون موجود إيليا يكون موجود رب المجد بعد كده يسمح بأن يأسس للأنبا أنطونيوس الرهبنة والقديسين والقديسات. مش لأن هنقول يا بختهم هو يبختهم ونتعلم منهم ثبات النظر حوالين ربنا والسعي ناحية الكمال. طيب أنا هقرأ بسرعة صلاة خضوع للآب اللي هي في بقول لكم بعد الاسم ارجعوا لها لما تروحوا بعد الاسم وأبانا الذي هتلاقوا صلاة خضوع للآب في آخر القداس خالص. كملت نعم إحسان ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. اعترفنا بآلامه المخلصة بشرنا بموته آمنا بقيامته وكمل السر. طيب تحس بكلمة كمل السر ربنا عمل الدور اللي عليه وانت مبهور انت عمال تعترف بآلامه تبشر بموته تآمن بقيامته. أؤمن يا سيد. طب وبعد الإيمان والسر كمل يعني انت عندك حاجة جاهزة تقدر تستعملها أو تتعامل معها. فين بقى رد فعلك يبدأ من الجملة اللي جاية. واحد نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل. صدقوني في اللي احنا فيه اليومين دول كثر التذمر وكثر أن الإنسان ينسى أن كل حاجة في إيد ضابط الكل. لكن لما تقول نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل في أي ظروف ولا في ما أكون مرتاح ده كل ما كان تحت ضغط كل ما الشكر يبقى ليه طعم تاني وكل ما الثقة والإيمان بضابط الكل وإيده ليها طعم تاني. لكن لما اجي وانت قاعد مرتاح ومبسوط نشكر ربنا ده كله جميل ده إيد ربنا ما بتصنعش إلا خير. وأول لما يحصل ضغط
اتفرج في في هزة أيوب الأولانية قال إيه؟ في بعض هزات زي اللي مر بيها داود النبي قال إيه؟ إلى متى يا رب تنساني؟ إلى متى؟ مش كده؟ تبعد وجهك عني إلى الانقضاء، ويقولوا قد قوي عليه. إيه ده إيه ده إيه ده؟ مالك اتهزيته؟ التاني يقول يا ريت كانوا لعنوا اليوم اللي أنا اتولدت فيه. طب ده ده بيقول كان رجل كامل يفعل الخير ويحيد عن الشر. يعني ربنا بيدي تقرير عن هذه الشخصية، راجل كامل يحب الخير ويفعل الخير ويحيد عن الشر. أمال إزاي؟ قال لا ده عنده بس مشكلة يعني زي ورم كده هشيله، بس بقيت الجسم كله هيبقى زي الفل بعد كده، ضغط عليه. لكن أنا مش بمسك عليه أخطاء ولا بقول أيوه عنده غلطة موته. لا، لو لقيت نفسك جالك صغر نفس وانت بتقيس نفسك بالقديسين، ما تقولش بس ما عمري ما هبقى قديس، بص عاملين ازاي، بص الاخطاء اللي عندي، بص الضعفات اللي عندي. تذكر انك تشكر الله ضابط الكل، ان ممكن يضبطك ممكن في ايد ربنا. وبعدين قال سبب، لان رحمتك عظيمة علينا. عظيمة هنا لو تقيس مين، بنتكلم على مين؟ على ربنا. يعني unlimited. عارفين الخدعة اللي بيقولوها في التليفونات وفي المبيعات، يقول لك unlimited service. لو بصيت كده وقريت شوفها، يقول لك لا دي يعني ما فيش حاجة اسمها unlimited. يعني اكيد مثلا بعد شوية تلاقي الحاجة راحت منك وباظت. ليه؟ لان هي 3000 دقيقة، 10000 دقيقة، مش عارف كام. لكن unlimited، هو unlimited relatively، يقول لك ما حدش هيلحق يخلصهم. يعني انا هديك service ما حدش هيلحق يخلصها، لانه لازم تاكل وتنام وتشرب وتشتغل، مش قاعد مع التليفون ليل نهار يعني، فمش هتلحق تخلص. فيقول لك unlimited service حاجات كتير. يقول لك لا ده حاجات ما تخلصهاش ومش عارف كذا. اي حاجه في الارض محدوده، اي حاجه في الارض محدوده. لكن لما تيجي توصف عظيمه هي رحمتك يا رب، لان رحمتك عظيمه، عظيمه يعني unlimited بجد بقى، الاصلي اللي هي استحالة حد هيقدر يحدها. إذا أعددت لنا ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، دي هتلاقوا لها ريفرنس في بطرس الرسول، بيتكلم إن عالم الملائكة عدوا فترة الاختبار بتاعهم وما عاشوش بالكيان بتاعنا، إن الله ظهر لنا في الجسد. فما نراه على المسبح مش ده السيناريو بتاع الملائكة. فريلاتيفلي بنقول الملائكة مش شايفة اللي احنا شفناه، ما تعاملوش معاه انجاز التعبير، لان كان يوم فترة اختبار مختلفة. وبعدين لو قلت لك ربنا حاضر على المسبح ومن حقك تطلب طلب واحد، هتطلب ايه؟ ده سؤال حير ناس كتير. السؤال ده لو قلت لك، لو ربنا قال لك دلوقتي انا حاضر على المسبح موجود في الكنيسة، اطلب اللي انت عايزه حالا وانا اعمله لك، هتطلب تقول ايه؟ ممكن تقرر فوري ولا هتقول لي انت فاجئتني؟ نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، لكي اذ طهرتنا كلنا. خدوا بالكم ده في نهاية القداس قبل التناول. بص يا رب انا بعد شوية ابونا هيقول القدسات للقديسين. ايه ده؟ هو احنا قديسين؟ هو أنا مش بتكلم على حد مش موجود، ده اللي هيتناول هو الملقب بالقديسين. القدسات دي للقديسين دول اللي تابوا واعترفوا وسجدوا قبل ما يجوا ونقوا قلوبهم، وفعلا يقول له يا رب لو خلصت حياتي النهاردة أنا جاهز ليأتي ملكوتك، ورايح أحضر القداس وأتناول وأسمع القدسات للقديسين. صحيح أنا هصرخ مع الشعب واقول واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، ما حدش فينا يا رب، ده انت مصدر القداسه كلها. بس احنا جايين مثبتين انظرنا نحوك عشان نسعى للقداسه، مش هنعرف نعملها من غيرك، بدونك لا نستطيع ان نعمل شيء. وبعدين ما فيهاش انانيه بقى وانت بتطلب. ياما الورقه اللي على المسبح عباره عن يا حاجه خاصه بيك شخصيا، يا طلبات للعيلة، يا طلبات لحد يهمك،
يا إما واحد جايب لي ورقتين ويقول لي بس أنا عايز دي، بس حط لي الاثنين على المسبح واختار لي واحدة الصبح، بس أنا عايز دي، ركز على دي، لأنه مش بيفكر في مشيئة ربنا بقدر ما هو ليه أغراض شخصية. لكن طهرتنا كلنا، هو أنت لما أقول لك ليك طلبة تصلي تروح مصلي أن الطهارة والقداسة تبقى للكل؟ أصل لو حد في الكوميونيتي عاملة زي لو في فلاسك كبير كده جالون اوف ووتر، وبعدين واحد راح نقط نقطة صبغة سودة، بعد شوية تفرج عليها تلاقي ان عمالة ايه تتشعب تتشعب تتشعب، وتروح مغيرة اللون كله بقى، الفلاسك كله بقى اسود. ايه ده؟ دي نقطة. ولو الاف وملايين النقط التانية اللي عملت الفايف ليتر ده كلها كويسة، لكن المنظر كله شكله اتغير بنقطة واحدة مش كويسة. فانت تقول له يا رب اولا انا مش اناني، انت قلت لي تحب قريبك كنفسك، بتحب لنفسك الطهارة تحب لنا الطهارة، تحب لنفسك القداسة تحب لنا القداسة، تحب لنفسك الابدية تحب لغيرك الابدية. اسأل اسرة مثلا جات والراجل ما جاش، تيجي الست تقول لي بص بقى انا تعبت، هو براحته بقى ماليش دعوة، انا بجيب العيال واجي، وساعات العيال تعافر بسيبهم واجي، وانا بقى ايه كل واحد يسعى يشوف نفسه. قول لها جهادك حلو وكل حاجة، بس انت بتقولي انا حاولت اقصى ما عندي، اقصى ما عندك لغاية امبارح، ما يمكن في معونة تانية بتاعت النهاردة، حاولي تاني، لان استهرتنا ايه كلنا. اوعى تنبسط ان الكنيسة مليانة بس تقولي في شوية ناس كده متعبة ومشيوا وعلى الله ما يرجعوش، ايه رأيك؟ لان لما بيجوا بيتعبونا، طب ما يجوا ويتقدسوا معانا، يجوا يتطهروا معانا، يجوا يبقوا سماويين مش ارضيين معانا. هل تتمنى كده؟ تحب تروح تخدمهم لغاية ما يجوا؟ تحب تروح تدور عليهم لغاية ما يجوا؟ يقتادوا بيك فيجوا؟ خطيرة جدا حتة ان لا، ده العدد كبير جدا. ما لن انسى في أنبنطونيوس شبرا بقى، مسافة كم ألف ميل بس يعني، بس الاثنين الأنبنطونيوس يعني. فاكر كويس كنا في اجتماع شباب في أوائل الثمانينات وعزمنا الأنبا موسى ربنا يديله الصحة. فالاجتماع كل أسبوع بيجي مثلا 100-150، أعلننا أن أنبا موسى جاي 300 جمالوا الكنيسة، وأمين الخدمة واقف جنبي على الباب مبسوط، اللي شفت شفت يا رب بارك 300 واحد في الكنيسة، بيبص في وشي لأني مش لسه واندرينج شوي، فزغدني يقول انت مش مبسوط؟ قلت له الليست اللي حضرتك اديتها لنا عشان نخدمها فيها 700 واحد، في 300 في الكنيسة، في 400 بر، يا اخي سيبنا افرح النهاردة. قلت له بس انا لفت نظري ان في 400 لازم نجري وراهم اكتر، ما الاعلان على ان انبا موسى جاي ما هزهمش كتير، وهم فين دلوقتي ما عرفش. فاحنا يا استاذ فلان احنا مقصرين في الافتقاد بصراحه، كلمني بعدين سيبني افرح النهارده. قلت له افرح، بس عايزين نقعد مع الخدام ونتكلم في ال400 اللي ما جوش. ببص على بقيه الليست لقيت مش 400، لقيت كانوا 1200 بس بيتكلموا على ال700 اللي كانوا بيحضروا او اللي تسجل اساميهم في الحضور قبل كده، لكن اللي المفروض يتخدموا في الاريا حوالي 1200 شاب وشاب. قلت له يعني جه 25%؟ قال لي انت نطيت لي من 700 ل 1200. قلت له مش انا دلست بتاعه الكنيسه. فقلوبنا لما تلتهب ناحيه اذا استهرتنا كلنا، فكرك كده ما يوسع وقلبك يوسع ان تبقى فرحان بعوده التائه او الغائب او الضال. وبعدين لكي استهرتنا كلنا، في كلمه هنا بالعربي الانجليزي بتاعها اقوى او اوضح، تؤلفنا بك من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية. هي في الإنجليزي you join us to yourself، تؤلفنا، ممكن ما تفهمهاش كويس يعني، لا هي مش تأليف يعني واحد بيألف، لا تؤلفنا توحدنا بك، تدخلنا فيك وتخبزنا معاك وتعجننا وتبقى حاجة واحدة ما نعرفش نتفصل عنك تاني. ياه لو انت امتزجت بالنور وبقيت نور محدش يقدر يظلمك تاني، يفصلكش عن النور تاني.
استؤلفنا بك من أسرار تناولنا من أسرار الإلهية لكي نكون. أول ما الخلطة دي تحصل مفيش مساحة في قلبك ما فيهاش نور وما فيهاش قداسة. يقول ما نكون مملوئين من روحك القدوس وبعدين ثابتين في الإيمان المستقيم. أولا دي فيها حتتين مهمين، الإيمان لازم يبقى إيمان إيه؟ مستقيم. ونمرة اتنين أنك بعد ما تعرفه تثبت فيه، العالم ما يهزكش تاني، مش تقرأ كتاب يغير لك إيمانك، تتعرف بحد يغير لك إيمانك، لا. ده قالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، لما أنا بنعمة المسيح ضد العالم. وبعدين وإذ قد امتلأنا من شوق محبتك الحقيقية، امتلاء بالروح وامتلاء بشوق المحبة الحقيقية برضو زي الإيمان المستقيم، كلمات مهمة جدا. فإننا ختم بقى وقال فإننا ننطق بمجدك كل حين. حياة التسبيح الدائم دي ما بتجيش من فراغ، بتيجي من بنيان. أنت لو تسأل أم أنطونيوس تقول له أنت فجأة بقيت الأم أنطونيوس، ده حاربوك مدة طويلة بكم حيلة وحيلة، وانتقل في عمر 105 من عمره، وسنين في المغارة لا يراجع إنسان، يا تركت الحروب شكلها إيه والصراعات والنمو كان شكله إيه، وطاقة تمسكه بالله يقول له لن أتركك، الحرب تعمل إيه عايزاه بس اللي معايا ومن اللي عليا مش هسيبك يا رب. الحقيقة ارجعوا للصلاة خضوع للآب دي، وقولوا نفسي أبقى خاضع للآب. أنا عايز أختم بآيتين من مزمور 139، آخر آيتين في مزمور 139 هختم بيهم. بيقول إيه المزمور المشهور بتاع اختبرني اختبرتني يا الله، يا رب قد اختبرتني وعرفتني. آخر آيتين، لأن المزمور ده رائع والتأمل فيه عايز قاعدة لوحده. في الآخر الأول بيقول له أنت اختبرتني وعرفت جلوسي وعرفت قيامي، يعني إيه؟ بيقر حقيقة أن أنا ربنا عارف كل حاجة من يوم ما نسكتني في بطن أمي. طب وبعدين في الآخر قال له بص بقى أنا هقول لك، مش اختبرتني، أنا هقول لك أنا طالب منك إيه، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان في طريق باطل واهديني طريقا أبديا. أنا هسألكوا سؤالين. السؤال الأولاني، لو الأنبا أنطونيوس أرى الآيتين دول، ولو أنت قريت الآيتين دول، لو الأنبا أنطونيوس تعالى نطبقها عليه بقى، بيقول له يا رب لو أنا بصلي، لو أنا بقرأ الإنجيل، لو أنا بروح الكنيسة، اختبرني يا الله. عندك استعداد تقول لربنا يا أنبا أنطونيوس اختبرني واعرف قلبي؟ أيوة، ما هو فحص القلوب ده. أنا بقول له نفسي ان قلبي كل يوم تقولي بس ناقصك كذا، بس دي تتظبط، ايوه دي حلو قوي، دي توصلك، امتحني. مين فينا يجرؤ يقول امتحني واعرف افكاري؟ امتحني واعرف افكاري، انا قلبي مفتوح قدامك يا رب، كتاب مفتوح قدامك. لا ده انا نفسي، اصل انت فتره الاختبار هتعدي والكل ظاهر امامك. وهو من دلوقتي انا بس اللي متخيل ان لو دخلت اوضه وبصيت كده ما حدش شايفني يبقى انت مش شايفني. لا هي مش كده. ده في قصص، قصه كتبت في تامل، ان اظن يوحنا ذهبي الفم اللي قال القصه دي، بيقول ان كان في حكيم باصص على بيت ليه سور، والبيت ده خرجوا عشان سابوا البيت يعني، وكان في حرامي مستني يخرجوا عشان ينط السور ويسرق. فخلاص جه ينط وقال لمراته صلي لي ربنا يستر علي عشان رايح اسرق والبيت فاضي، وبينط السور لقى كلب وحش ورا السور من الناحيه التانية جوه جنينه البيت مستني. راح راجع تاني، اول لما سمع الكلب الوحش ده ابتدى بقى ايه يقول له انا مستنيك تحت، راح مروح. فالحكيم قال كلمه، الا خرج سارق ليسرق، فما منعه عن السرقه ليست صوت الله في داخله ولكن نباح الكلاب.
اللي منعه مش ان عينه على ربنا وعلى كلمة لا تسرق، انا ما بقاش سارق ابدا، ده ربنا يزعل مني. اللي منعه نباح الكلاب. احنا فين من الكلام ده؟ ان اما بتيجي تسمع وصية، تسمع آية تتقال قدامك، قفوا بخوف امام الله، في غرفتك المغلقة وانت بتفتح كتب المقدسة وتقرأ الانجيل وكتب الصلاة وتصلي، تقدر تقوله بعد ما تقفل: عارف يا رب دي ما كانتش حب استطلاع ولا زيادة معلومات ولا عشان ابقى ضميري مرتاح ان بصلي، ده انت اختبرني يا الله واعرف قلبي، وعارف يا رب انا عايزك تقيس لي كل يوم قلبي بالآية، وان لو لقيت فيا انظر ان كان فيا طريق باطل والحقني يا رب قبل ما عمري يروح، اهدني طريقا ابديا. يا بخت اللي يعيش باليقظة الروحية دي. والقديسين انهوا حياتهم في الارض بمنتهى الفرح: كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك، لان كل يوم بيحطوا قلبهم وافكارهم في ايد وازن القلوب، يقول له انا عايز بكره بقى احسن من النهارده، عايز اقرب منك. يعني عارفين لو حطيت كلمه اقترب واغترب بالعربي للي بيكتبوا عربي وبيقروا عربي، حطهم تحت بعض في ورقه كده: اقترب واغترب، فرقهم ايه؟ دي نقطتين ودي نقطه، مش كده؟ فرقهم ايه؟ نقطه. قول له كل يوم: نفسي يا رب كل يوم اقترب منك ولا اغترب عنك، نفسي يا رب اعطني ان كل يوم يتحسب ليا مش عليا، اقرب منك وما اتغربش عنك. ما يجيش وباء يشتتنا وتقول لي بس مش قادرين نركز، مش قادرين نصلي، مش قادرين. لا، ده نشكر ربنا اكتر ونصرخ لربنا اكتر ونسلم لربنا اكتر، لان منك وبك ولك كل الاشياء. وواحد يقول لك اصل دي مش من ربنا، دي صنع بشر، بس طب هي مش في ايد ضابط الكل برضو؟ البشر دول مش في ايد ضابط الكل؟ ولو ربنا سمح مش يبقى ان بالتجربة يعطي معها منفذ لكي تستطيع ان تحتمله؟ ولو بعض الناس انهت غربتها على الارض، لو مستعدين ادخل الى فرح سيدك. طالت ام قصرت؟ ما هي بمرض، يا بشيخوخة، يا بحادثة، يا مش عارف سبب ما نعرفوش، يعني يا رب اديك العمر والصحة، هي فترة بنقضيها على الارض. الاسباب والطرق مختلفة والمواعيد مختلفة، لكن مين الكسبان؟ اللي دايما مستعد، اللي دايما مستعد. انا عايز ان تحضروا القداس الالهي، وبعد ما تيجي طالع ادينا بكره هنصلي وبعده هنصلي ان شاء الله رب وعشنا، بلاش يبقى روتين. قول له: اختبرني يا الله، انا حضرت النهارده قداس واعرف قلبي، يا ترى كان عشان بس روتين ولا عشان دي حفله ولا عشان التدشين، ولا امتحني واعرف افكاري. فرحتنا كبيره ان ربنا سمح أن يكون في مذبح في وسط هذه المدينة، فرحة كبيرة جدا. ليه؟ لأن لكي استهرتنا كلنا، أنا واللي حواليا واللي بيجوا كنيسة ونكرز للشعب اللي حوالينا، استهرتنا كلنا. فكر تاني خالص، يبقى الكنيسة فرحتنا بها فكر كرازي للكل. وانظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. عشان كده في كواكب الإيه الفردوس مثلا بتاعت البابا كيرلس، في كواكب الفردوس، يعني الفردوس مليان كواكب. ليه ومطمنين انهم وصلوا بقوا كواكب ازاي؟ لان الى النهاية للاخر ثابتين في الايمان المستقيم الى المنتهى. ربنا يدينا ان سيرة الانبا انطونيوس تحرك جوانا اللي كان متحرك جواه، تعلمنا كان بيحضر الكنيسة بمهابة ازاي، لدرجة آية تأسس لنا الرهبنة، لدرجة سنين عمره ده خرج عشان حتى يستشهد بس ما سابوه، لأن ليه رسالة تانية. راح في اسكندرية عشان يستشهد مع اللي بيستشهده، شهوته أن يعمل هي سعي ناحية الكمال في كل حاجة، عايز أنا أستشهد وهم يعيشوا في سلام. يا سلام، أنا عايز أعمل أي حاجة توصلني لأعلى حاجة في كل حاجة، اللي هي مملوئين في الروح القدس، مملوئين من شوق محبتك الحقيقية، مملوئين الامتلاء والسعي ناحية الكمال. يا رب
اللي فرح أنبنطونيوس بحياته يفرحنا، اللي علمه ازاي يحترم الكنيسة والكتب المقدسة ويقف بخوف أمام الله وينصت لسماع الإنجيل المقدس ويعيش به ويطبقه في حياته. ساعات أبقى في وعظة ولا في درس كتاب وأقول كلمة ولا حاجة، ألاقي واحدة بتبص لجوزها مثلا سامع، ولا تبص العيال ماما، هو كل ما أبونا يقول كلمة تروح بصلنا. عايز أطبقها على غيرهم، على الولاد، عايز أطبقها على جوزها، عايز، ويطلعوا متخنقين الحقيقة مش مبسوطين، لأن بيزعقوا البعض في العربية هم مروحين، مين زغد مين ومين بص لمين ومين أحرجه قدام أبونا. يا أخوانا اللي يقول يقول بس استفيد، سيبيهم بالك، بدل ما تبصي صلي لهم، غمضي عينك وصلي لهم، بدل ما تبص للعيال وتشاور عليهم اخرج الخشبة اللي في عينك الأول، قول ما أنا عندي حاجات قد كده، وبرضو نفسي ولادي استهرتنا إيه كلنا. ربنا يديكوا نعمة، كل سنة وانتوا طيبين، سهرناكوا عندكوا يومين جامدين قوي بكرة وبعده، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد أمين. كل سنة وانتوا طيبين ودايما عامر لآبائي. Jesus be Christos is mona irinted ve parebek nine in tekirini oyun softem be cleo satim mono one in on a kitchi et heris and moises timid o even timilchi sadic timid hello in te yakob ben ogna in times o sala bekade sotvente david te sofia in te solomon bebnev mambarak leton feet of egeni apostolos Joseph E. Ari, Ebon, Kinemiptao, Eras, Nimbinyot, Itayot, Nar, Sheriff, Sepa, Bavata, Wadros, Nimbinyot, Nebiskovas, Ava, Yosef, Nimbinyot, Nebiskovas, Ava, Seraphim, Evnot, Inte, Edve, Fetagrofi, Geno, Thronos, and Admission, Rumbin, Mansi, Yo, and Irini, Kon, Inte, Savi, Yo, and Nogaji, Tiro, Sabasit, and Noe, Chalab, Gain, Kolim, طب به خریستوس ایری گنتف کنی نوینانی بلخن اویرین کتاب فنشتن نای کریلیسون کریه فلوگیسون امین اسمو ایروی سیمیتانیا کونی بلگون بی اسمو مبارکت القدیس العظیم الانبا انتونیوس وقدیس العظیم الانبا فولا والبابا کرولوس وقدیس الطاهر مريم اولا واخرا بركاتهم مقدسة، نعمتهم، قواتهم، هباتهم، محبتهم، معونتهم تكن مع جميعنا أمين بإخريستوس بنوتي أمين ساشوبي. يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين ذوق قائلين بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة مواهب عطايا روح قدس تكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم دايما عامر، تعيشوا وتصلوا.